الطائفة الثانية التي ابتليت بهم هذه الأمة في هذا الزمن، وأنا أقول لا أدخل في نوايا أحد، أعوذ بالله أن أدخل في قلب شخص فأحكم على ما في قلبي، لكن ما يقولونه في القنوات الفضائية وما تأتي إلينا من مقاطع مليئة، قد امتلأ اليوتيوب بها، مليئة بالخلل والزلل في العقيدة، بل حتى في مدح الصوفية وفي مدح أهل الأهواء من أناس قد يرققون كلامهم بأسلوب حزين أو بدمعة جارفة زائدة أو بفصاحة أو ما شابه ذلك من هذه الأساليب، فمقاطعهم وكلامهم يحكم عليهم لا أحكم عليهم. وإلا فرقة القلب وخشية القلب وخشوع القلب ودمعة العين مما أمر الشرع بها، لكن لا تكونوا طريقاً لهؤلاء الذين يمدحون الصوفية ويمدحون أهل الأهواء وأهل البدع بأسلوب يرقق الكلام به. ولذلك ماذا قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين؟ قال رحمه الله: قال حذيفة: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: ما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الرجل قد خشع بدنه وقلبه خال من الخشوع. وذكر ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين عن بعض العلماء أنه قال لشخص خشع منكباه، قال: ليس الخشوع في المنكبين، إنما الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره. وذكر ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد طأطأ رقبته من الخشوع، فقال: يا هذا، الخشوع ليس في الرقاب، وإنما الخشوع في القلوب. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الفضيل ابن عياض قال: كانوا يكرهون أن يرى الخشوع في بدن الإنسان أكثر مما في قلبه. وذكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه البدع أن الأوزاعي قال: بلغني أن الرجل إذا ابتدع بدعة خلاه الشيطان بينه وبين الناس حتى يصطاد بهم من خشوعه. قلت: وهذا شيء واضح وبين، يعني أي كلام يرد عليك من أي شخص من هؤلاء أو من غيرهم يعرض على الكتاب والسنة، لا تنظر إلى عمله، لا، عمله له، لا تنظر إلى أسلوبه، الأسلوب لا يلتفت إليه، لا تنظر إلى دمعته، لا تنظر إلى حاله، لا، انظر إلى كلامه فيوضع في ميزان الشرع، إن كان مقبولاً فعلى العين والرأس، وإلا فليرفض. والدليل، دليل واضح. قلت: والدليل حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، أمنهجهم سليم؟ الجواب: لا، مع أن عبادتهم عظمى كما بيّن صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبادة لا يلتفت إليها، إنما يلتفت إلى ما قاله الشخص.